مشاهدون قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من جنبات مركب محمد الخامس. فقبل بداية المباراة اللي غتجمع ما بين الرجاء وخريبكة هنا بدونور، لحظة وصول الحافلتين، حافلة فريق أولمبيك خريبكة وحافلة فريق الرجاء البيضاوي، يدخلوا في هذا الأثناء لدونور استعدادا للمباراة اللي غادي تكون مع الخمسة. كنتمنى على ان الامور تكون على ما يرام وتكون واحد الروح رياضيه عاليه جدا هنا بالمركب، ما يكونش شي مشكل او لا شي فوضى او لا شي شغب. الحمد لله العناصر الامنيه راهم دايرين لازم، راهم على اتم الاستعداد بتعليمات من السيد والي امن مدينه الدار البيضاء والنائب ديالو هنا بمركب محمد الخامس. برافو لهم، برافو على المجهودات المبذوله من طرفهم. فالحافلات وصلوا في هذا الأثناء للمركب وسط استنفار أمني كبير. الماتش بإذن الله مع الخمسة، هذه 43 دقيقة الماتش مع الخمسة. الجماهير الرجاوية كاينين ولكن ماشي بكثرة. الجمهور ديال خريبكة ممنوع من التنقل بشكل فردي أو بشكل جماعي، ممنوعين من التنقل. فمجهودات كبيرة كيقوموا بها العناصر ديال الأمن هنا بمركب محمد الخامس قبل بداية المباراة. الجمهور ديال الرجاء حاضر، غير شويه ما كاينينش بزاف ديال الجمهور ديال الرجاء. الجمهور ديال خريبكة ممنوع من التنقل بشكل فردي او بشكل جماعي، ما كاينينش، ما حاضرينش. فالعناصر الامنيه وعناصر القوات المساعده راهم دايرين لازم، دايرين اكثر من المجهود ديالهم هنا بدونور من الصباح ديال اليوم. فالجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي ما حاضرش بزاف، قلة قليلة جدا اللي حاضرة اليوم. الجمهور ديال خريبكة ممنوع من التنقل، ما كاينينش وما حاضرينش، خصوصا من بعد الفاجعة اللي هزات المغاربة كاملين ديال وفاة المشجعة نورة اثناء التدافع اللي وقع في البوابه او المنطقه رقم 3. الله يدير شي تاويل ديال الخير.